من نهار الليله المشؤومه ديال 30 يناير 2024 والمغرب تحول الى خيمه عزاء كبيره، ما كاينش الدار، ما كاينش الصالون، ما كاينش مجمع اللي ما كاينش فيه الحديث على النكسه المدله ديال الفريق الوطني فالكان ديال الكوت ديفوار. طبيعه الحال المقام هنا لا يسمح باش نهضروا على الاسباب ديال اخفاق المنتخب الوطني، والمقام هنا لا يسمح باش نهضروا واش يبقى الركلاكي ولا يمشي الركلاكي، هذا اختصاص الرياضيين واختصاص الفنيين ذوي الاختصاص في هذا الباب. ولكن حنا اللي تهمنا هي هذه الوثيقه، هذا الدستور اللي صوتوا عليه المغاربه باغلبيه كاسحه واللي جاء في الفصل الاول ربط المسؤوليه بالمحاسبه، والمغاربه كيطالبوا بالحساب، واول من يجب ان يحاسب هو رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم فوزي القجع. علاش؟ حيت 10 سنين هو على راس الجامعه، و10 سنين وهو يستفيد من كل الامكانيات الماليه ومن كل السخاء الحاتم ديال الخزينه العامه، ويستفيد من كل الموارد اللوجستيكيه حتى يستعيد المغرب تالقه ومجده الكروي في القاره الافريقيه. من 76 الان لم يحصل المغرب على اي لقب قاري، والخطير في الامر هو انه ملي كنقارنوا المغرب مع افريقيا في 10 سنوات الاخيره تلقوا بان الحضور ديالو كان باهتا، لكن في ظرف 10 سنوات استطاع ان يخترق كل المناحي وكل القطاعات، على المستوى البنكي، على المستوى التجاري، على المستوى المينائي، على المستوى الاستثمارات الخارجيه المغربيه في المنطقه الافريقيه، على المستوى الامني، على المستوى الاستخباراتي، على المستوى العسكري، على المستوى الروحي. اي ان المغرب تمكن من استعاده اشراقاته ومن استعاده امجاده في القاره الافريقيه في ظرف 10 سنوات او 15 سنه الاخيره، لدرجه ان المغرب تمكن من ابرام اكثر من 1000 اتفاقيه مع مختلف دول القاره. ليس هذا وحسب، المغرب اصبح الان هو الرقم 1 على مستوى الاستثمارات الخارجيه في غرب افريقيا، والرقم 2 في باقي المناطق الافريقيه. اذا كيف ان باقي القطاعات تالق فيها المغرب على المستوى الافريقي الا الجانب الكروي اخفق فيه، علما ان نفس الشخص هو الذي يسير الجامعه الملكيه لكره القدم لمده 10 سنوات، علما ان الشخص الذي يسير الجامعه الملكيه لكره القدم اللي هو فوزي القجع كما قلنا تفرشت ليه الزرابي و فتحت له خزائن قارون، ومع ذلك المغرب لم يحقق اي شيء بهذا الباب. من هنا هذه الوثيقه حتى يبقى لها يعني تبقى لها قدسيتها وتبقى لها حرمتها، يجب ان ينفذ الفصل الاول من الدستور الا وهو ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وان يسال فوزي القجع على هذه الاخفاقات التي تتتوالى على المغرب في المجال كره القدم. اللهم اذا كان هناك يعني نيه في جعل فوزي القجع فوق المحاسبه وفي هذه الحاله او فوق الحساب، او جعله من الصحابه المبشرين بالجنه، وحاشا لله ان يكون هذا الكلام. في حاله ما اذا ثبتت يعني هذه المساله، علينا ابتداء من اليوم ان لا نقول فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم، بل علينا ان نقول فوزي القجع رضي الله عنه وارضاه.